السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي. ما هي حصة جديدة من قصص اللغة العربية للسنة الأولى متوسط، المقطع الخامس، العلم والاكتشافات العلمية، تحضير نص، صفحة 112، الأعياد، شرح المفردات، زائد الأفكار، زائد أفهم النص. نبدأ. الأعياد. الأعياد سنة فطرية جبل عليها الناس وعرفوها وفكروا فيها منذ عرفوا الاجتماع والتقاليد والذكريات. وبحكم هذه السنة الفطرية كان لكل أمة أيام تظهر فيها زينتها وتعلن سرورها وتسري عن نفسها ما يصيبها من مشاق الحياة. والباعث على هذه الأعياد قد يكون مجرد الترفيه عن النفوس وتمكينها من حرية شخصية أو اجتماعية لا تنال، والناس في معترك الحياة جاد وقد يدفع إلى اتخاذها. إرادة التذكير بحادث محبب إلى نفوذ جماعة أو فرد له قيمته في المجتمع، ولعل عيد الحرية بعد الاستعباد وعيد الاستقلال بعد الاحتلال وعيد الجهاد بعد العقود. لعل هذه الأعياد كلها لم تكن إلا تنبيها لوعي قومي نحو آمال البلاد وحفزا للنفوس في الاتجاه إلى الكمال الذي تدفع إليه الذكريات. والأعياد بعد ذلك ذات صحف ماضية محببة ينشرها في جو الفرح والسرور أبناء العصر الحاضر عن آبائهم الأولين، فتقرأ في تلهف وشوق وتفقه بعزة وانشراح، فتقوى العزائم على مواصلة السير في خطة الكمال. شرح المفردات. مشاق، متاعب، جبل، فطر، الباعث، الدافع، محببة، محببة، انشراح، سرور، العزيمة، الإرادة القوية. أفهم النص. عما يتحدث النص؟ يتحدث عن الأعياد. ما الباعث من إقامة الأعياد؟ الباعث هو الترفيه عن النفوس، التذكير بحادث محبوب، الدفع نحو البناء. ما أهمية الأعياد بالأعياد؟ أهمية الاحتفال بالأعياد إحياء تاريخ الأجداد وتقوية العزائم لمواصلة السير. اذكر بعض الأعياد من الأعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الاستقلال، عيد الحرية إلى آخره. ما نوع الأجواء السائدة في الأعياد؟ نوع الأجواء السائدة في الأعياد هي الفرح والسرور والانشراح. الفكرة العامة. أهمية الاحتفال بالأعياد في دفع العزائم نحو التقدم. الأفكار الأساسية. الفكرة الأولى، الأعياد جبلة معروفة منذ القدم لدى الأمم. الفكرة الثانية، دوافع الاحتفال بالأعياد. الفكرة الثالثة، الأعياد موروث تقوي العزائم وتبعث الفرح والسرور. القيمة المستخلصة. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: يا رسول إن الله قد أبدلكم بهما خيرا، منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.